شكرا سي سيرفو على مدينة هذه الدعوة هذه، لأنها فرصة نجي نشرحو ونشوف إخوان أصدقاء أعزاء عباس، وفي نفس الوقت أنا فخور أنني كنشارك معكم الاحتفال بالنساء العاملات في مجال النظافة، وأنا أقيم لكم كل الحب وكل التقدير، وأنا هذا اللي شافته مجمل، أنا كنعامل بها، أنا ما كنفرقش بين وظيفة ووظيفة، أنا كنقول كل واحد ذات وكل واحد راه هو كيقوم بالمسؤولية ديالو من المطرح من البلاصة اللي كيكون فيها، يعني ماشي كنقولوا غير لحقاش أنا مجتمع أنا نقولها لكم بالدارجة كاع. أنا كنت فاش كنتسرى وكاش كتعجبني المهم اللي شي حتى شي واحد ما حدوش ملي كتشوف الزيتون والزيت وما عليهش وخبز بالو، ولكن ملي كيجي شي واحد لاباس عليه ملي كتمشي تشرب شي بوراطا وحلوى بالنسبة لك، وحتى نقول لها أمي هي بحسن نية هذيك كنديرها كاملين بحسن نية، تنقول لها أمي راه الكرام الضيف ما كاينش فيه فرق بين واحد لاباس عليه وواحد ما عندوش، راه كلشي كيتساب وكلشي كيستحق نفس الاستقبال ونفس الحرارة، وهذه نفس النقطة كنقولها في العمل يعني العمل في الوظيفة، ما كاينش فرق بين الكاتب وبين الموظف يعني الإطار وبين الكاتبة ولا بين السيد الحارس أو السيد الوظيفة، كلنا حنا مواطنين وروح المواطنة كتبني على هذه القضية هذه، أنا كنحترم بعضياتنا، ما كنصغروش بعضياتنا على أساس لأنه مشكل الواحد هو أننا كنقيموا الإنسان على حساب قيمة المدخول الشهري ديالو، وهذا خطأ لأن الإنسان قيمته كبيرة عن سيد ربي، لأنه قيمته هي الروح اللي كاينة داخلة فيه. وروح هي أهم من أي حاجة، أهم من المدخول الشهري، أهم من القضايا اللي كنتبادلوا إلى حياتنا. أنا كنقول لكم سيداتي، أنا فخورة أنني كنشارك معكم هذا الاحتفال، مدين لكم بكل شيء، لأنه بدون عاملة نظافة ما يمكن حتى واحد يدخل البيرو ديالو، حتى هذاك المدير اللي كيتقاضى مليون ولا جوج مليون في الشهر، ما يقدرش يشتغل إلا توقفتوا على العمل، بالعكس، الوظيفة ديالكم مهمة بزاف، وعندها قيمة بزاف، قيمة كبيرة، كنحترموها وكنقدروها. وفي نفس الوقت 6 مارس هو يوم الاحتفال بالمرأة وكذلك ما عرفتش علاش أنا عكسية، أنا ديما عاوتاني كنقول هو يوم الاحتفال بالمرأة وبالرجل، لأنهم بجوجهم كيف كيف، بجوجهم هما أساس الحياة وأساس الأسرة ديالنا، أنا كنقول ما عرفتش أنا كنختلف مع الجمعيات النسوية اللي كتقول بأن المرأة تقوم بتضحيات المرأة تقوم بكذا المرأة، سيرفي أنا كنحترم هذه القضية لأن المرأة كتقوم بتضحية وكنشغل فيا. أنا المرأة اللي كنكون أم أنا مسؤولة على الأسرة ديالي، هذاك واجبي هذاك اختياري، أنا اختاريت يكون عندي أبناء وأسرة، ما يمكنش من بعد نقول لي أنا بيتي ضحية حيت أنا كنقوم بالعمل داخل البيت وخارج البيت، وأنا كنقول العلاقة بين المرأة والرجل كتبان لي علاش على الاحترام وعلى التقدير المتبادل، ما فيهش شكون اللي كيخدم أكثر من الآخر، أنا إلا كنت مع راجلي يعني أنا كان أي حاجة ممكن نديرها بلاصتو نديرها، وهو في نفس الوقت أي حاجة ممكن يديرها يديرها، بلا ما تقول لك الشروط اللي كاينة عند الناس الأوروبيين دابا، لا أنت راجل خصك دير هذيك الحاجة خصك تعاوني وخصك لا، ماشي بالإجبار، أنا كنفضل راجلي يعاوني، يعني هو حبا في ورغبة في الإعانة، وما بغيتش أنا نمشي مع بعض الأصوات اللي كتخلق دابا واحد الخطاب ديال الحرب بين المرأة والرجل، أن المرأة ضحية، أنا ما عمري شفت في المغرب المرأة ضحية. انا دائما انا كنقول حنا معززات المغربيات بعدا الراجل اللي بغى يخطب الا ما خسرش الدار جوج ما كيلحقش يخطب في الدار يعني هذه ما كاينش شي ثقافه اخرى يعني حنا انا كنقول انا مغربيه بنت حي شعبي وغادي تصابر تخرج وخدمت ما عمري حسيت انني محموره او ان حقوقي مهضومه في المغرب بالعكس والله العظيم الا ما حنا محظوظات في المغرب محظوظات على مجموعه ديال على مجموعه المستويات اننا حنا بلد منفتح رجالنا محافظين وفي نفس الوقت منفتحين، والدليل أن المرأة كاينة في كل الميادين، الناس كيهضروا بحال دابا البرلمانيين والناس السياسة كيهضروا على نسبة المشاركة، أنا ما كنعتبرهاش تهميش، أنا كنقول المشاركة المرأة كتجي من يعني من الاختيارات ديالها، هو أن المرأة ما كتختارش المجال السياسي بكثرة وكثر ما كيدخلوا الرجل، يعني هو ما كانش تهميش مقصود وإنما هو يعني غير مقصود، وكاينه حتى في المجتمعات الغربيه اللي ما كانش تسجلوا بها، هو ان المراه يعني في المجال السياسي ما كانشوفوهاش بزاف، هي جارتنا الاسبانيه اللي كتجي الحكومه كتبقى فيها جوج نساء ولا ثلاثه ما كيكونوهاش، والباقي الحكومه كلها رجال، كتدخل مجلس البرلمان نفس الشيء، يعني شنقول لكم؟ نفتخروا بلي اننا حنا نساء، بلي اننا حنا كنتحملوا المسؤوليه على جوج مرات داخل البيت وخارج البيت، وهذا راه مكسب، ماشي سبب باش نبكيو ونقولوا خمسه، بالعكس. هذا كيقول بلي حنايا قويات وعندنا القدره باش نكونوا يعني حنا منبع الحنان وفي نفس الوقت منبع الطاقه.